عليكم يا أبطال، كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله الأربعاء، تاريخ موجود. الموضوع ترتيب الأعداد حتى 100، ترتيب الأعداد حتى كام؟ 100. الأهداف يا أبطال أرتب الأعداد حتى 100. الحمد لله معظم الأبطال اللي جالسين عارفين الأعداد من أول صفر إلى 100. بندرس البطل اللي فتح الكتاب معايا الحين أو يتابع معايا صفحة 72 وصفحة 73، تمام؟ بنرتب اليوم الأعداد حتى كام؟ حتى 100. طيب يا أبطال، بنشوف طبعا معايا على الصفحة كده. الأعداد طبعا يا أبطال مرتبة، الأعداد لازم تكون أعداد مرتبة. يعني ايه مرتبة يا أبطال؟ يعني 80 مثلا تأتي قبل 81، والواحد 81 يأتي قبل 82، وهكذا. نقول مثلا 83 يلي 82، خلاص يا أبطال؟ يبقى الأعداد لازم تكون مرتبة. لو جينا مثلا تعرفنا هنا بشكل بسيط خالص على خط الأعداد بشكل بسيط كده، هذا مثلا خط الأعداد، وجيت كتبت الأعداد وكتبنا هنا مثلا 5، بعد 5 وش يأتي؟ ممتازين، 6، ثم بعد 6 7، ممتازين، جزاكم الله خير. طيب في 3 كلمات مهمين جدا لازم تعرفوهم يا أبطال اليوم والحين إن شاء الله. كلمة يسبق، يسبق، وبعدين يلي، وبعدين بين. 3 كلمات مهمين جدا، يسبق ويلي وبين، نتعرف عليهم على المثال البسيط دي. ما نقول مثلا 5 تأتي قبل 6، يعني نقول 5 تسبق 6، يبقى هنا 5 ايه؟ تسبق الايه؟ 6. طيب بالنسبة للستة نقول عليها وشو؟ الستة تلي 5، يعني تأتي بعد 5، تلي 5 يعني تأتي بعد الايه؟ بعد 5، يبقى الستة تلي، تلي مين؟ تلي 5، وهكذا طبعا السبعة تلي 6. طيب يبقى عرفنا كلمة تسبق يعني تأتي قبلها، يلي أو تلي تأتي بعدها. طيب وش هي كلمة بين؟ لما يكون مثلا في بطل جالس بين بطلين، نقول مثلا الستة بين 7 و5، بعد عادي، يبقى الستة بين، حلو، يبقى الستة بين 7 و5. طيب مين البطل اللي يقول للسبعة دي 7 بين كم وكم؟ 7 تأتي بين 6 و، أيوه سامع، ممتازين، والثمانية، يبقى 7 تأتي بين 6 والثمانية. خلاص يا أبطال، 3 كلمات مهمين جدا، تسبق تاني بعيد، تسبق يعني تأتي قبلها، يلي أو تلي يعني تأتي بعدها، وبعدين كلمة إيه؟ بين. كلمة بين يعني في الوسط، نقول 6 بين 5 و7. طيب الأمثلة طبعا بتوضح كتير، بننظر الأمثلة على السطور معايا يا أبطال. بسم الله، هنا يقول اكتب العدد الذي يسبق، يسبق يعني يأتي قبل، يبقى نعرف يسبق يعني وشو؟ يعني ايوه ممتاز، قبل. طيب المثال الأول طبعا محلول، شوف المثال الثاني، ليسبق ال 32، يعني قبل ال 32، مين البطل اللي يكون؟ ايوه ممتاز، تصير 31، جزاكم الله خير. طيب يلا يا ابطال، يلا يا سعيد معايا، ابطال عدي 25، مين يسبق ال 25؟ يعني ياتي قبل ال 25، ايوه 4 وكام؟ 24. يبقى يا أبطال لا تنسون، يسبق يعني قبل، يسبق يعني وشو؟ قبل، ممتاز.
طيب مين يقول لي من العدد الذي يسبق العشرة؟ ها يسبق العشرة. ايوه سامع، ايوه سامع، الاجابة ممتاز. التسعة، تسعة تسبق العشرة. طيب بنتعرف على اللفظة الثانية او المفهوم الثاني، يلي. يلي يعني يأتي بعد. يلي يعني بعد. يلا العدد الذي يلي العشرين، بطل اللي يقول سامع، ممتاز، 21. طيب ترى الاثنين بتتكتب كده يا ابطال، اثنين كده 21. طيب 33، 33، من اللي بعدها 34، ممتازين جزاكم الله خيرا. طيب 23، من العدد الذي يلي ال 23؟ من البطل اللي يقول جزاكم الله خيرا؟ 24. تاني بركز على المفهوم، يلي يعني بعد، يسبق يعني قبل، ممتازين جزاكم الله خيرا. امال وش المفهوم الثالث او اللفظه الثالثه؟ بين، بين يعني بتيجي في الوسط، في الوسط بين. نحل المثال، العدد الذي بين 33 و35، من البطل اللي يقول؟ في سامع طالب ممتاز يقول له يعني يا استاذ اللي بعد ال 33، ممتاز جزاك الله خير. مين اللي بعد 33؟ 34، جزاك الله خير، واضح الكتاب على السطر. طيب البطل اللي فاتح الكتاب وبيكتب معاه، ممتاز. ال 21 بعدها كام؟ او العدد اللي بين ال 21 و 23، بينهم طبعا 22، ممتازين. ها اسيبك دي بقى تبقى بطل بصراحه، ما شاء الله وصلت ابطال. يلا يا فيصل، يلا يا سعيد، هيك يلا ابطال. 29 31، من العدد اللي بين ال 29 و 31؟ ها ايوه سامع الاجابات، ما شاء الله عليكم ممتازين يا ابطال. يلا لا تنسوا الرياضيات، بينهم كام؟ 30، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هي بتبقى صعبه شويه يا ابطال، العدد الذي بعد التسعه ده، يعني بعد 29، بعد 39، بعد 49، تصير صعبه شويه عليك بس انت بطل. ما اقول مثلا بعد 39، بعد 39 40. طب نشوفها كده على السبوره عشان الابطال الممتازين اهو. بس اوضح شويه هنا، مثلا 29 بعدين 39 مثلا، بعدين 49 هكذا، و59. مين البطل اللي هكتب مع الاستاذ؟ 29 قلنا بعدها يجي كام؟ 30. طيب 39 بعدها يجي كام؟ 40، وهكذا يا ابطال. ممتازين جزاكم الله خيرا. بنحدد الابطال بس الواجبات، الواجب، ويا ريت الواجب يتحل الابطال ويرسل على المفروض. طيب الواجب صفحة 73، يبقى الواجب الأبطال صفحة 73 رقم، هناخد بس هنا ركزوا معايا لو سمحتم، هناخد رقم 11 ورقم 14 الواجب ورقم 17. تمام معايا السؤالين 11 و14 و17 ومسألة بقى على بينا، وناخد رقم 23. تاني بحدد الواجب سريع، بحدد الواجب يبقى 11 و14 و17، وناخد رقم 3 وكام؟ 20 عشان نبقى نقيس المهارات كلها. شكرا جزاكم الله خير.